الحب والإحسان والعظمة والامتنان، يعلم ما هو كائن وما قد كان. أحمده سبحانه وأشكره، أعلى وأعظم من حقوق الجيران، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يخرج عن تدبيره وقهره إنس ولا جان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إلى دين ربه وبينه خير بيان، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أفضل خلق الله بعد الأنبياء إلى بقية ولا نقصان، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يقوم العباد فيه أمام الرحمن. أما بعد عباد الله، فإن الدنيا دار أمل ودار عمل، فالسعيد من اشتغل بالعمل ولم يلهه الأمل. يقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إخوة الإسلام، إن من يواجه المرء طول حياته ويشاركه بالأفراح والأحزان ويساعده عند احتياجه هو جاهه، ولذلك كانت للجيران أهمية كبيرة وفضل عظيم. فالجار صاحب الخلق والدين من أسباب سعادة الإنسان وراحته في بيته. فمن ثم أوجب الله على المسلمين الإحسان إلى الجار قريبا كان أم بعيدا دون تمييز بين عرق وعرق. فالجار له احترامه ومكانته وله اعتباره وحقوقه سواء كان مسلما او غير مسلم. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيوقفه. متفق عليه. فقد قسم العلماء الجار في ثلاثه اقسام. الصنف الاول: جار له حق واحد فقط وهو الجار غير المسلم. والثاني: جار له حقان وهو الجار المسلم له حق الجماع وحق الإسلام. والثالث: جار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم من الأقارب وله حق الجماع وحق الإسلام وحق القربى والرحم. وللجار ثلاثة حقوق: الأول الإحسان إليه، كما في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، رواه مسلم. ثانيا كف الأذى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جواره فوارقه، رواه مسلم. ثالثا احتمال الأذى منه، كما في الآية: فلقد صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور. فهذا جانب مهم من جوانب مجتمعنا تقل العناية به في هذه الأيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل
وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فرد الله لبلكم في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله وآله الطاهرين والطاهرات. أما بعد أيها الناس، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله والاعتصام بأمر الله الذي شرع لكم وهداكم به، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي الأنبياء وخير السنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وصلوا وسلموا على حبيبكم ونبيكم، حيث يقول تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من المبشرين بالجنة ساداتنا طلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة الأمين، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واحم حوض الدين واعد كلمة الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون.